صباح النور، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. مرحبا بكم في بلوك ديال المغرب ونهار جديد واشياء ان شاء الله جديدة. غادي شادي نقول لكم رجعتوا معايا، نقول لكم ترجعوا معايا شي يلا نتلاقى معكم هنايا. المهم شاهدتوا معايا كيفاش تيدوز روتيني الصباحي في العطلة، كان مع الوليدات من بنجمي طلعتهم فطروا هما الاول، نمشيو نخرجوا لا بيسين تيرجعوا تندوش ليهم تنصبن عاوتاني الحوايج تنشرهم وغسل المواعن طاب داكشي ديال الحياه اليوميه. صباح النور والتيسير عاوتاني للمره الثانيه. ابي بالفيديو ديال اليوم ما تقلقوش مني، غادي يكون صغير بالمقارنه مع الفيديوهات اللي انايا تنديرهم لكم شويه طوال، لحقاش ما بغيتش ندير لكم شي ما بغيتش نخلط لكم بزاف. نوري لكم الصالون كيفاش داير وكيفاش نوري لكم كيفاش تندوز انايا الصباح نتاعي هكا مع الوليدات في المغرب. دونك بعدا راه اليوم راه كاينه عندنا بنت اختي بات معنا. دونك بالنسبه للفطور فشو شويه ديال الجسر مازال ياكلوا ليا الاولاد اللي تنحطو كنعاود نجمعو عاوتاني غير الا خديت انايا شي حاجه. شو شويه ديال المسمنه تاع حماق عليهم خصوصا يانيس مع الصباح تنجبدهم من الثلاجه وتنسخن داكشي اللي باقي. اما الاشياء الاخرى فاش ديجا نتوما شاهدتو معايا فاش درت لكم غوتور دو كورس في المغرب، ديتكم معايا للسوق وتسوقنا وريت لكم الاشياء ان شاء الله اللي خديت. دونك تنحطو كلشي فوق الميده اين فوا تنفطرو هما تينزلو تيبقاو يلعبو و تيمشيو لابيسين، انايا تنبقى نفطر مع راساتي بالكانان تاعتي و تنجمع الدنيا و نجمع ليهم كاع الحويجات نتاعهم، عاد ديك الساعة تنمشيو للدار عند ماما و العائلة. غادي نحاول عاوتاني ما نتعطلش عليكم في الفيديوهات، الا شفتوني تعطلت اقراوا على الجرس الموجود امام خانة او قاعه ديال الاشتراك. الا تعجبكم الفيديوهات نتاعي قولوا لي لتحت في التعليقات، والا بقيتوا حتى الاخر ديال هذا الفيديو هذا خليوا لي ايموجي داكشي اللي يعجبكم اي حاجه اللي هي منكم راه غادي تفرحني بزاف. دونك هنايا تنشر الحوايج اين فوا تنرجع تلقاهم تبارك الله صافي نشفو وتنجمعهم تنطيهم وتنحطهم في المكان ديالهم. هذا الفيديو هذا كان بيكون طويل بزاف حيت بغيت نجمع فيه لانيفيرسير ديال تيانيس وبزاف ديال الهضره وكيفاش الاندماج ديال الوليدات نتاعي. صح قلت لا غادي ديري لهم خلطه تماك، ديري هذا الفيديو هذا يا بوحديتو وديري عاوتاني فيديو ديال كيفاش دار لانيفيرسير ديال يانيس مع بلا بلا عاوتاني في فيديو واحد اخر، وما غاديش يكون فيه راه هادشي حيت غادي يكونوا فيه ان شاء الله تحضيرات. ابقوا معايا في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا معايا اش غادي يكون، شنو هي المفاجاه الصغيره. ابغيت نجمع الدنيا عاد ديك الساعه تنمشيو لدار
لدار العائله، تنضلوا معاهم كاع العشيه كامله وتنعاودوا عاوتاني نرجعوا عاوتاني في الليل. البروغرام ديال هاد النهار هذا هو غادي ندير لكم جوله في الصالون الجديد ديال ماما. ما شاهدتوش، المهم فرشاتو جديد، قولوا لي كيفاش جاكم لتحت في 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 التعليقات. واليوم ان شاء الله غادي نوري لكم الصالون اللي فرشات في تحته مره اخرى، ونوري لكم عاوتاني شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه لهذا الصالون هذا ففرشاتو بهذه الطريقه هذه، قولوا لي كيفاش جاكم. دونك هذه عامين كندرت لكم انايا جوله في الدار باكملها، دونك اليوم هذا العام هذا غادي ندير لكم غير جوله في التحت، لحقاش كاينين بعض الاشياء الجديده اللي يمكن لكم نتوما تاخذوا منهم افكار. الهدف من هذا الفيديو هذا هو فريمون تاخذوا منه افكار. وهنايا نوري لكم النقش اللي داروا في الحائط، الاكسسوار يعني لي لوس خليهما علقوا. دونك كاين عاوتاني ضواو اللي هما زادوهم في الحائط، داخلين في الحائط. دونك لتحت الناس اللي شافوا الفيديو هادي عامين فلتحت قبل هما حيت شراو الدار فلتحت، كان غير عباره عن كولوار، وماما جاتها الفكره باش تهرس كل شيء. الفكره هي وخوتي الدراري هرسوا كل شيء. وقت ماما مسكينه تتبي دير الجليش تصيفط لينا التصاور تقول لك واش زوين ولا ما زوينش، وقت ما تتبير دير شي نقشه. المهم تتخذ الاستشاره نتاعتنا وحنايا تنختاروا معاها داك الشيء اللي غادي يقدر يجي معاها. باقا تتذكر حيت صيفطت ليا التصويرات ديال الزليج البلدي وجا فريمون زوين بزاف. وبالنسبه للضواو فتنظن بانه خويا هو اللي جاتو الفكره باش يخشي الضواو هكا في الداخل بجوجهم، صراحه بجوجهم خوتي الدراري. وبالنسبه للنقش فجابها الطريقه هذه، وبغاو يخليو التحت كله غير ستيل ديال الرياض. الى نتوما تتعرفوا الرياض في مراكش فهكا ستيل ديالهم. ماما خلات داك التحت كله غير الضياف، هكا يجي شي ضياف يكون سهل عليه بلا ما يطلع لا الوسط ولا الفوق، ديريكتومون يدخل في الصالونات اللي كاينين في التحت. دابا بالنسبه للتفريشه ديال الصالون، فكان في الاول تصايب الطبالي وسميتو، ولا خلات عاوتاني داك النقش ديال الطبالي والطبيلات الصغيورين داكشي ديال الخشب درتو في الصالون الاخر، غادي نوريه لكم من بعد. وهاد القنت هذا فدرت فيه غير فوتوي لي فريمون زوينين، وبحال هاد لي فوتوي هادو راه كاينين بحالهم في الفوق، كنتو شفتوهم كم مره اللي فات الى شاهدتو الفيديو ديال المره اللي فات. هادو جابهم خويا من كازا، ما عرفتوش يتباعوا في مراكش ولا لا، الناس اللي هما ساكنين مثلا في مراكش تنظن بانهم اي حاجه راه غادي تلقاوها تتباع في مراكش خاصكم تقلبوا عليها. وهاد الستيل هو اللي تيجي زوين على حسب الناس اللي عندهم هكا رياض، او عندهم مثلا شي بني اللي فيه هكا الزواق وفيه بزاف ديال التفاصيل في الحائط وبزاف ديال يعني كل ما هو اصيل. دونك ماما تبارك الله عليها من الناس اللي هما ذواقه، ما تتبيش تخربق، ما تتبيش تاخذ الوقت نتاعها باش دير كل حاجه وباش تحط كل حاجه في المكان ديالها. دونك الحاجه اللي خاصها لهاد الصالون هذا فهو الريدو، وباقي تتخمم لحد الان كيفاش تقدر دير
ريدو واللي هو ما يغطيش دوك التفاصيل اللي كاينين في الحائط، وفي نفس الوقت ما يجيش الصالون مخنوق بزاف. دونك اقترحت على اختي الكبيره دير هذوك ريدويات اللي دايرين بحال ستور غير بيضين خفيف، شي حاجه اللي هي تكون خفيفه. ابخي قالت لك حتى نمشي عند الخياط ونشوف الى اقترح عليا شي حاجه اللي هي اخرى، وممكن ليكم حتى نتوما تقترحوا عليها شي ريدو اللي يقدر يجي مع هذا الصالون هذا، شي حاجه اللي هي تكون اونغموني مع الفراش، اونغموني عاوتاني مع السليج ومع التفاصيل ديال النقش على الجبس. دونك شكون اللي تعجبو الاشياء اللي هي اصيله؟ انا تعجبني اي حاجه اللي هي اصيله، سواء في اللباس القفاط تكاشط نحمق عليهم، لا سواء بالنسبه للبني اللي هو اصيل اللي تيكون بالنقش وتيكون داكشي فريمون اصيل. واخا في داري ما عنديش صالون اللي هو مغربي، يعني ما عنديش البلاصه فاش نحط صالون مغربي. نتوما راه شفتوا داري كيفاش دايره، فيها غير مكان لي صالون واحد كنبي فتيتمسح مع الدراري. ان شاء الله حيت تكون شي دار ليا كبيره فيمكن لي انايا ندير شي صالون اللي هو مغربي. دونك نتمنى هاد الفيديو هذا اللي هو صغير بزاف ينال اعجابكم، وتنعطيكم ان شاء الله موعد في فيديو جديد على قناه سوما، وتنوعدكم غادي يكون شو شويه اطول حيت غادي تكون فيه ان شاء الله لانيفيرسير ديال تانيس اجواء لاول نوبه في المغرب تيديروا، وغادي يكون ان شاء الله دي بريباراتيف او تحضيرات لمناسبه خاصه ان شاء الله غادي تكون في المغرب. فوالا دونك هذا هو اللي اختاريت انا.